الفريق المضيف للملعب او صدور اي سلوك عدواني ضد الفريق الضيف يتم احتساب الفريق المضيف خاسرا ويتم استبعاده من البطوله. هل من الممكن ان يتم تطبيق مثل هذه اللائحه في مثل هذه المباراه؟ بالظبط يا كابتن، انت حضرتك بتتكلم في حاجه مهمه. في الدقيقه 73 توقفت المباراه نتيجه دخول احد الجماهير الملعب، دي نمره واحد. بعد كده حصل دخول تاني من الجمهور. بعد كده حصل ان الحكم المساعد رقم واحد اصيب، خلي بالك ممكن اللقطه ما جابتش، اصيب في ظهره ودخل الحكم جوه وقال له، الحكم قال له اتفضل ارجع مكانك وكمل المباراه. هنا بنقول ايه الحكم بيعمل يا كابتن؟ الحكم هنا ممكن يقرر ان هو انهى المباراه بس يستكملها في اللحظه دي. ليه بقى بيستكملها يا كابتن اسلام؟ انا النهارده في ظل هذه الاجواء لو انا صفرت نهايه المباراه ممكن النهارده انا عندي لعيبه نادي الاهلي موجودين، عندي كمان طاقم التحكيم موجود هنا، سلامه اللعيبه مهم، سلامه الحكام مهم، ممكن اخد القرار بيني وبين نفسي، وهنا راقب الكوميشنر ماتش اللي هو المراقب العام بيبقى عارف الكلام ده، بيبقى عارف ان الحكم في الدقيقه مثلا 73 انهى. احنا شفنا ان هو المراقب العام اتكلم مع بالزبط الحكم بالظبط، وهنا بياخد القرار ان هو انهى المباراه وكملها نتيجه، بس بيقول للمراقب، بيقول له وبيقول للحكام المساعدين، يعني احنا هننتظر لغايه لما نشوف بقى. بالظبط، هنا كابتن اسلام هو بيكمل المباراه عشان خاطر سلامه اللاعبين. حتى عندنا في الدوري المصري بيحصل الكلام دوت، ان لو في اجواء مش كويسه وبيحصل فيه تعدي على الحكم. هي دي اللقطه، هي دي اللقطه بالظبط. هنا المراقب الكوميشنر ماتش تقريبا اللي هو رودا كرايم من تونس، ودوت المراقب العام، يعني انت عارف المباراه بقى فيها ثلاث مراقبين، في الكوردينيتور ماتش وفي الكوميشنر ماتش وفي ريفري اسيسور. هو الكوميشنر ماتش هو الخاص بالحكم وبيعمل لينك بيكلمه في كل حاجه. فهنا رضوان جيد النهارده ممكن يكتب في تقريره ان هو في الدقيقه 73 انهى المباراه، او في الدقيقه 80 واستكمل المباراه نتيجه حرصه على سلامه اللاعبين. وهنا الكاف مفيش كلام ان في لائحه وقبل كده، يبقى احنا ننتظر تقرير الحكم. بالظبط، لازم يكتب كده، لازم يكتب كده الكلام ده كابتن، ويوافق مع الكوميشنر ماتش اللي هو المراقب المسابقات، والحكام كمان تقول الكلام ده. وخلي بالك الاحداث كلها كابتن اسلام هي موجوده واضحه، واضحه جدا جدا. انت بتتكلم النهارده في ممكن كان سهل قوي قوي ان الحكم اللي هو اصيب دوت، كانت ممكن حاجه تيجي اكتر، ممكن يتعرض لاصابه اكتر، وبالتالي النهارده بتتكلم في جو. لابد الاتحاد الافريقي النهارده ياخد قرار، لان هذه الامور اسلام احنا ما بنتكلمش على المباراه ومين يصعد ومين ما يصعدش، ده خلاص الاهلي صعد، بنتكلم على احداث فيما بعد، لان ممكن هذه المباراه تحدث في ملعب تاني، ممكن لا قدر الله اللعيبه يحصل لهم مشاكل، الحكام يحصل لهم مشاكل، لابد يكون في وقفه في هذه المباراه، لان اللي حصل النهارده اعتقد صعب ان هو يحصل في اي مباراه. هناك البعض من البعض الفرق المنافسه المصريه والافريقيه بيتكلموا دلوقتي على ان طالما تم استكمال المباراه يبقى خلاص، يبقى الموضوع، يبقى النادي الاهلي لا يستطيع ان هو على حساب مين يا كابتن تم استكمال المباراه؟ ممكن اسال سؤال؟ النهارده النادي الاهلي النهارده بيلعب من الدقيقه 73 في جو صعب. طب لا قدر الله حصلت نتيجه غير كده، النادي الاهلي ما صعدش، مين السبب في هذا بيبقى الحكم؟ لان النهارده اللعيبه بتستكمل المباراه، هذا الجو طبعا صعب جدا ان اي لعيب يشوفه ويكمل. تتكلم في فتره توقف قد ايه يا كابتن اسلام؟ 10 دقائق 11 دقيقه تلاته كوره حضرتك، لو انا 10 دقائق وقفت صعبه جدا، خرجت عن تركيزي، اللياقه البدنيه عندي، كل شيء بيأثر عليا كلاعب في الملعب. يبقى اذا ممكن من الممكن من الممكن وانا بقول ان هذه الاحداث بقول اهو لابد الحكم رضوان جيد يكتب الكلام دوت، وبقول ان لابد ان النهارده الكاف ياخد قرار، لان زي ما قلت الموضوع مش خاص بمباراه، الموضوع فيما بعد ممكن يحصل الكلام دوت فيما بعد. ولكن بشكل عام بنقول ان طاقم التحكيم تحمل، وبقول ان رضوان جيد النهارده يستحق ان هو يكون من الحكام المرشحين لحكام كاس العالم، هو ورفاقه في المباراه. اذا يا كابتن نصر، اخيرا حضرتك شايف ان من الممكن جدا، هنستنى تقرير الحكم ده مبدئيا. بالظبط كده، هو كابتن الحكم هو على طول مباشره كابتن اسلام بعد انتهاء المباراه بيروح الفندق، الحكم ما بياكلش ما بيشربش، بيخش على السايت بتاع الاتحاد الافريقي بيكتب التقرير اللي ده مطلوب في خلال 24 ساعه، يكون بعد التقرير وبعد الانذارات وبعد النتيجه وبعد الاحداث بتاعه المباراه. يعني ما بيعملش اي حاجه خالص وهو راجع كده، بيبقى لابس ترينج، بيخش على الكمبيوتر او اللاب بتاعه بيكتب التقرير وبعته على الكاف، وزي ما قلت لحضرتك بيكتب كل الاحداث من بدايه دخوله ارض الملعب حتى نهايه المباراه. اعتقد هيكتب كل الاحداث ديت، واعتقد ان الكاف هنا مع لابد النادي الاهلي برضك، ولكن لو لم يقرر
ان المباراه انتهت في الدقيقه 73 يبقى اذا خلاص هيتم اعتماد المباراه النتيجه زي يعني الاتحاد ممكن بقى يتم توقيع عقوبات على النادي الاهلي هيتم توقيع العقوبات هقول لك في زي ما قلنا في التقرير هناك تقرير جميل جدا في فوكس ستيف فعلا حصل ان خسر المباراه 2-0 في 2016 وجت عقوبات على نادي وفاكس ستيف بسبب نتيجه تدخل الجمهور في اثناء المباراه. بنقول النهارده هو الحكم النهارده ادى بشكل جميل جدا ولكن انا يعني يا ريت يكتب كل الاحداث اللي حصلت في هذه المباراه لان زي ما قلت الموضوع مش خاص بالنادي الاهلي بس. خلاص ده كلها كام يوم واربع ايام القرعه يوم 5 بالظبط كده وزي ما قلت النادي الاهلي يعني الحمد لله ان هو صعد النهارده مش هتفرق مع النادي الاهلي حاجه خالص ان الاهلي نادي كبير لعبته لعيبه كبيره عشان ما حصلش تاني يا كابتن ولكن احنا بنتكلم فيما بعد كابتن اسلام لان الجو اللي اتلعب فيه المباراه اعتقد جو صعب جدا جدا على كل اللعيبه واخيرا بقول مبروك لرجاله النادي الاهلي النهارده ادوا بشكل